مرة أخرى تثبت ميليشيا الحوثي أنها ليست في وارد البحث عن السلام، فبينما كان الجميع يتحدث عن هدنة قد تقود إلى فتح الطريق أمام محادثات لإنهاء الحرب في البلد، أصدر الحوثيون حكما بالإعدام على 4 صحفيين معدة التذكير بكونها جماعة لا يمكن التصالح معها كما يقول مخالفوها. من المؤسف أن يكون موضوع كهذا مطروح للنقاش والسجال، وأن يصبح الحكم بإنهاء حياة صحفيين مدنيين أبرياء أمرا قابلا للاختلاف، لكن ذلك يحدث الآن ومنذ 5 سنوات من حكم ميليشيا الحوثي. يتهم الحوثيون 10 صحفيين بالتعاون مع ما يسمونه العدوان، ويحتجزونهم منذ 5 سنوات، وعلى هذا الأساس جاء الحكم بإعدام 4 منهم قبل أيام. يقول معارضو الجماعة أن هذا الحكم علاوة على أنه كونه صادر عن محكمة فاقدة للصلاحية تخضع لأوامر الحوثيين وتنفذ أجندتهم، فإنه ليس سوى حكم سياسي يهدف لتكميم الأفواه المخالفة للجماعة وإشاعة جو الإرهاب في المجتمع. يأتي هذا الحكم في حين لا يزال ملف الأسرى والمعتقلين على حاله منذ إقرار تفاهمات ستوكهولم المعنية بإطلاق سراح المئات من أسرى الميليشيا مقابل إطلاق المئات من المدنيين الذين اعتقلهم الحوثيون خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتهم الصحفيون 10 الذين حاكمتهم الميليشيا. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من أمستردام في هولندا الصحفي غمدان اليوسفي، ومن بيروت في لبنان الصحفي طالب الحسني. وأبدأ بالسؤال المشترك مع الأستاذ طالب الحسني. أهلا بك أستاذ طالب. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي وبالمشاهدين وبالأستاذ غمدان اليوسفي. إذن أستاذ طالب، بعد نحو 5 سنوات من الاحتجاز حكمت جماعة الحوثي على 4 صحفيين بالإعدام، لماذا الآن؟ نعم، أولا ليسوا صحفيين ولم تحاكمهم على أنهم صحفيين، ولم يكونوا معروفين في 2015 على أنهم صحفيين، ولو كانوا يشتغلون في الجانب الإعلامي، لكن التهم التي وجهت إليهم ليس لها علاقة لا بالصحافة وليس لها علاقة بالإعلام، وجهت إليهم تهم وأثبتت أيضا بالأدلة، ونحن نتحدث عن محكمة، نتحدث عن أدلة، نتحدث عن براهين، نتحدث عن يعني إثباتات. فإذا هم ليسوا، لم يتم اعتقالهم لأنهم صحفيين أولا، ولم يكن يخشى منهم. يعني نحن نعرف أيضا أنه الأشخاص أو الصحفيين أو الكتاب الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا لأنصار الله أو للحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء ومن غيرهم الذين لا يمكن أن يكون لهم تأثير. ما هو حقيقي وواضح أن الإصلاح ورط هؤلاء الشباب في 2015 باعتبار أنهم جزء مما أطلقوا عليه مقاومة أزال في العاصمة صنعاء، وكان يعتقد الإصلاح وهؤلاء المساكين الذين تم تغريرهم أن المسألة مسألة محسومة عسكريا، التحالف سيستطيع أن يحسم عسكريا، وبالتالي هذا ما يقومون به هو في إطار ما يطلقون عليها مقاومة صنعاء. فأول من يجب أن توجه إليهم التهم والمحاكمات أيضا من قبلكم ومن قبل أسر الأربعة الأشخاص أو غيرهم هو الإصلاح الذي ورط هؤلاء في عمل مخابراتي، عمل بالنسبة للقانون اليمني. سنعود إلى هذا الحديث عن كيف أطلقت عليهم الاتهامات وكيف تم محاكمتهم وما هي التهم التي وجهت، وأيضا كيف تم الحكم عليهم بالإعدام وبناء على ماذا. طيب، كان يجب أن نعود إلى أسر هؤلاء، كان يجب أن توجه النقد الشديد للإصلاح الذي ورطهم ثم تركهم.
إذا أردنا أن نتحدث عن تفاصيل المحاكمة، التهم، القوانين، الدستور الذي أيضا تم تطبيقه، وما هي أحكام، ما هو القانون الذي تم أيضا تنفيذه بالنسبة لهؤلاء، سنتحدث عنها بتفاصيل. ولذلك نحن عندما نتحدث عن هذه القضية نعود إلى الدستور اليمني، نعود إلى قانون العقوبات اليمني الصادر في 94، وكل أيضا ما من المواد ابتداء من المادة 121 ووصولا إلى المادة 126 من القانون اليمني الذي يتحدث عن الجرائم المنسوبة لهؤلاء الأشخاص. بعيدا عن موضوع أن ذكرت الكثير من التفاصيل، هي ستكون موضوع أنهم صحفيين هذا كلام. سطالب أن ذكرت كثير من التفاصيل، ليس دقيقا في إجابتك على السؤال الافتتاحي في هذه الحلقة، ذكرت كثير من التفاصيل ستكون محاور في النقاش، ولم تجبني على السؤال الذي طرحته عليك، لماذا الآن؟ سأعود وأطرح عليك هذا السؤال، لكن بعد أن أستمع لإجابة السؤال المشترك من الأستاذ غمدان اليوسفي من هولندا. أستاذ غمدان، لماذا الآن بعد 5 سنوات من الاحتجاز تحكم جماعة الحوثي على الصحفيين بهذا الحكم؟ وأتمنى ألا تعقب على ما ذكره ضيفي من بيروت، سنتناقش بعد أن نجيب على هذا السؤال المشترك. لماذا الآن برأيك يتم الإعلان عن هذا الحكم؟ يعني إذا أردت الجواب تحديدا عن هذا السؤال، أعتقد أن الجواب في داخل السؤال نفسه. إذا نظرت إلى أن 5 من الصحفيين وهم معظمهم خريجين كلية الإعلام وعملوا في الصحافة ولديهم عملهم، وحين يعني ألقي القبض عليهم كانوا يقومون بعمل صحفي بحث، لم يوجد لديهم أجهزة تصنط ولا إلى ما ذلك. لكن الجواب فيما يتعلق بالخمس سنوات اليوم، إذا كانت الخمس سنوات في الأساس هي عقوبة في معظم الجرائم التي ترتكب، سواء منها الجرائم الجنائية أو سواء منها الجرائم المتعلقة بحرية الصحافة أو الجرائم المتعلقة يعني بالتحفظ أو بإخفاء المعلومات، أو يعني ما هي مرتبطة بكل ما يتعلق بالصحافة، فالخمس سنوات ربما هي عقوبة مضاعفة في حال يعني عقوبة مضاعفة إذا تم إثبات جريمة تتعلق بالصحافة. اليوم لم تستطع جماعة الحوثي أن تثبت على الإطلاق أن هؤلاء الشباب لديهم يعني لديهم يعني أدلة تثبت أنهم يعني كانوا سواء يتواصلون بقوى التحالف أو لديهم أجهزة تصنط أو لديهم شرائح مثلا، كما يقولون أنهم يعني كانوا يقومون بمعاونة قوة التحالف. يعني كل هذه لم تثبت، وأسوأ ما أثبت خلال الأيام الماضية تلك القافلة التي قام بها القاضي نفسه الذي حكم على هؤلاء الأشخاص يعني بإرسال قافلة دعم لجبهات عسكرية تابعة للحوثيين، وظهر ذلك في قناة الفضائية التي يديرها الحوثيين في العاصمة صنعاء. يعني هذا يعني ينسف كل الكلام الذي قد يقال عن مسألة الدستور والقانون والقضاء وما إلى ذلك من هذه المسميات. اليوم هناك ربما يعني هي محاولة انتقامية فقط لما ذكره ضيفي، يعني ذكر كثيرا حزب الإصلاح في مجمل حديثه، وهذا يقود إلى الاستنتاج الأساسي في أن هؤلاء الشباب تم تصنيفهم على طرف حزبي أو سياسي معين، وكانوا ضحايا لهذا للجرائم المتعاقبة للحوثيين. ليست أول جريمة فيما يتعلق بالصحفيين ولن تكون آخر جريمة. فاليوم أذكر فقط، هناك يعني حالة إنسانية ربما مؤلمة للغاية، هذه الحالة التي سأذكرها، وهي حالة السائق الذي كان يقود سيارة الصحفي جلال الشرعبي أيام ما كان جلال الشرعبي في العاصمة صنعاء، وكان يتم ملاحقته من قبل الحوثيين قبل أن يتم القبض عليه، وأطلق النار على هذا السائق وهو يقود سيارة جلال الشرعبي حينها، وأصيب في العمود الفقري وأقعد منذ ذلك الحين، وجرى علاجه سواء في الداخل في الأردن في غيرها من الدول، ولكن يعني للأسف وافته المنية يوم أمس،
وكان يعني خبر محزن سواء للزملاء الصحفيين الذين يعرفون طيب. هذا الشاب وكانوا يعرفونه خلال جلال الشرعبي او لجلال الشرعبي الذي يعني هذا الشاب ربما ضحى بحياته من اجل صحفي. وهناك وكان كثير من القصص جلال الشرعبي الذي سجن لقرابه نصف عام طيب. وكثير من القصص انا بس فقط اذكر بهذه الحاله لانه صادف يعني صادفت وفاتها يوم امس مع حالة أيضا طيب. أعود للأستاذ طالب من بيروت. أستاذ طالب لم تجبني لماذا الآن التوقيت إعلان هذه المحاكمة؟ تقول أن الأدلة والتهم واضحة، يقول لك ضيفنا من أمستردام غمدان يوسفي لا تهم، وأنه فقط ما يحدث هو محاولة لإلصاق هؤلاء الشباب بطرف سياسي واجعلهم ضحية حتى يتم تبرير ما حدث أمام الرأي العام. لا يعني قبل أن أقول لماذا الآن، يعني موضوع المحاكمة، يعني علينا أن نؤكد فعلا لأن الإصلاح تورط في تجنيد كثير من شبابه في العاصمة صنعاء تحت ما يسمى المقاومة، ومن ضمنهم هؤلاء الشباب المغرر بهم. وأنا أتمنى من أسر هؤلاء الشباب أن يطالبوا من الإصلاح، يعني تقديم اعتذار لهم أولا بتقرير هؤلاء، وأيضا أن يذهبوا إلى العاصمة صنعاء وأن يعتذروا وأن يحاولوا ماذا أن يراجعوا من أسر عليهم. ماذا تطلب أنا من أسر أقول هذا القضاء لماذا أن يطلب من جماعة الحوثي، تطلب من انهم يطلبوا من الاصلاح الاعتذار، لكن من جماعه الدوله ماذا يطلبون اليمنية؟ مفترض يطلب من الدوله اليمن، لاحظ اقول من الدوله اليمنيه، لاحظ لو كانت جماعه على عدمتهم بدون محاكمه كما تفعل الاصلاح وكما يفعل الاصلاح في مارب وكما يفعل غيرهم في كثير من الجبهات الذين يعدمون الأسرى والذين يعتقلون الناس في الشوارع. وأنا سأذكرك بكثير، بسميرة مارش، سأذكرك بالديلمي، سأذكرك بالكثير من الأشخاص الذين تم إدخالهم السجون الآن وهم كانوا في طريقهم إلى الحج أو طريقهم إلى العمرة أو طريقهم إلى خارج اليمن، ومروا فقط مارب. أما هؤلاء فكانوا متورطين في أعمال مخابراتية لأنهم كانوا يعتقدون أن التحالف سيحسم عسكريا، وكان الإصلاح ورطهم بناء على هذه القضية. ونطلب من أسر هؤلاء أن يذهبوا إلى العاصمة صنعاء وأن يقولوا وأن يقدموا شكوى بحزب الإصلاح، وسيجدون من يستمع إليهم. لا أن طيب أنت كصحفي يبقوا كصحفي هل أتيحت لك الفرصة أن تتأكد كصحفي من الأدلة والبراهين التي قدمت نعم تجاه زملائك؟ نعم كصحفي تابعت، نعم تابعت منذ البداية واطلعت على الكثير من الاعترافات والكثير من الأدلة المصورة والكثير من الشواهد والكثير من الأدلة الكثيرة جدا التي تؤكد أن يا هؤلاء طالب هذه الاعترافات تقال أنها تؤخذ بالقوة تحت التعذيب والتهديد والوعيد في المعتقلات. هناك شواهد غير الاعترافات، هناك شواهد، هناك تلفونات، هناك رسائل نصية، هناك مكالمات، أيضا هناك إثباتات مادية وليس فقط اعترافات، هناك إثباتات مادية. علينا أن نقول الحقيقة. ثم سأعود لك إلى موضوع لماذا الآن المحكمة التي تفصل في الأحكام، لأن هناك توجه من الرئاسة اليمنية من المشاط إلى العفو والإفراج عن الكثير من المعتقلين ومن ضمنهم ربما هؤلاء الشباب، ولكن يجب قبل العفو وقبل إخراجهم يجب أن يكون هناك إثبات للدستور اليمني في إصدار أحكام. التنفيذ لن يكون هناك تنفيذ، أنا أعتقد هكذا، لا أستطيع أن أجزم، ولكن التنفيذ لن يكون هناك تنفيذ، سيكون هناك إخراج. مثل البهائيين مثلا، البهائيين وقائد البهائيين زعيم البهائيين اعتقل في 2013 قبل الثورة وتم محاكمته وحكم عليه بالإعدام قبل ذلك بفترة طويلة أيضا، ولكن حتى يكون هناك عفو له هناك أيضا تأكيد لأنه الأمور القضائية تذهب في مسار صحيح. فكل من تورط في التعامل مع العدوان الخارجي بناء على الدستور اليمني، أنا حملته معي حتى أكون متأكدا كثيرا، وفي مواده من مادة 121 و122
وما بعدها إلى 128 تنص على عقوبة الإعدام لكل من يتعامل مع طرف خارجي. إن كان الإخوة لا يؤمنون بشرعية الدولة اليمنية منذ 2014 هذا شأنهم، نحن نؤمن بها وفي العاصمة صنعاء يؤمنون بها ولا نؤمن بشرعية. ومن انقلب عليها في 2014؟ من انقلب على هذه الشرعية وعلى هذا الدستور؟ هذا موضوع هذا موضوع إذا أردت أن أناقشك، إذا أردت أن أناقشك في هذا الموضوع سأناقشك تماما، سأناقشك تماما. لا نقول بأنه هناك انقلاب، محاولة تركيب نظام عبد الرب ومنصور هادي بناء على المبادرة الخليجية وبناء على يعني كلها الطرق غير شرعية، وترشح بمفرده وكان هناك رفض ولم يتلقى صوتا واحدا في المحافظة الجنوبية، وأرادت السعودية تركيبه دستوريا وحتى تمديد له بعد أن انتهت صلاحيته الدستورية في 2014. هذا التركيب وتركيب نظام فقط موالي للسعودية ومع يعني عدم الاعتبار للأطراف الأخرى هذا غير مقبول. نؤمن بثورة أربعة يعني ثورة 2014. طيب على الأقل هو ترشح، على الأقل ترشح نؤمن بها كثورة، لكن مهدي المشاط كثورة وصالح الصماد ومحمد ونحن علي نؤمن لا أعلم كيف. نحن طيب نحن هذا ليس موضوع أنس الطالب حتى لا نذهب في موضوع آخر. نحن نؤمن بثورة، نحن طيب نؤمن حتى بثورة حتى نذهب في موضوع آخر. دعنا نبقى في موضوعنا وأنقل النقطة للأستاذ غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان اليوسفي، هؤلاء ليسوا صحفيين، والإصلاح ورطهم، والأدلة والبراهين تثبت كما يقول الأستاذ طالب الحسني التهم الموجودة في ملفاته. لماذا يخجلون من نشر هذه الأدلة والبراهين إذا كانوا يعتقدون أو إذا كانوا يريدون يعني للناس أن تصدقهم، سواء الناس في الداخل أو في الخارج؟ يعني في النهاية لم يثبت على هؤلاء أي شيء سوى أنهم ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح، وهذه ليست تهمة، يعني هذه هذا حق دستوري كفلته الدستور والقوانين. طبعا انا اتحدث عن الدستور لانه فصل الدستور ضيفك العزيز يعني فصل الدستور على ما يريد، يعني وجعل ان يعني انقلابهم ليس انقلابا وان حضورهم مؤتمر الحوار في ظل حكومه عبد الرب منصور يعني كانت شرعيه. لا ادري كيف يمكن الفصل بين هذين المحورين، لكن هؤلاء الشباب يعني طلاب في كليه الاعلام وكانوا يعملون في عدد من الصحف ويعملون في عدد من المواقع، خريجين كليه الاعلام، واعتقد انه كثير من لا ادري انه يعني حتى انت يمكن ان تكون درست مع بعض هؤلاء الشباب. يعني احكام الاعدام التي يصدرها الحوثي اليوم هو ربما يريد ان يوصل رساله الى الخارج انه ايضا الطرف السموح والمتسامح، كما فعل مع يعني في قضية يحيى الجبيحي بعد أن يعني ثار هذه المنظمات الخارجية عقب إصدار الحكم بالإعدام عليه. يعني لحظة ثبت أن يعني يحيى الجبيحي قد يعني كان متورطا في أي شيء. هذا الرجل يعني حكم عليه بالإعدام مثل ما حكم على هؤلاء الشباب، وهو كاتب صحفي ولم يكن في أي يوم من الأيام يعني متورط في أي أعمال، مثل ما هؤلاء الشباب يعني صحفيين ولم يتورطوا في أي أعمال مخالفة للدستور ولا للقانون إذا كان هناك دستور وقانون في ظل حكومة يعني في ظل سيطرة الحوثيين. يعني فقط هذه الجزئية أعتقد أنه ليست قابلة للجدل ولا للنقاش، لأن طيب بالنسبة لاستناده لإجراءات المحاكمة أنها تمت وفق مواد الدستور، يقول لك الإجراءات التي تمت لهذه المحاكمة والأدلة موجودة إذا قلت لك أن القاضي إذا كان القاضي يحشد ويرسل مؤونات غذائية إلى جبهة عسكرية مسلحة وهي مثبتة في قناة الحوثيين، فكيف يمكن الحديث عن أن هذا القاضي مستقل؟ يعني هذا القاضي طرف من أطراف الحرب، من أطراف يعني قيادة الجبهات، يعني لا يوجد أي دستورية في هذه المحكمة. ومن قال أن هؤلاء القضاء هم طرف؟ أستاذ غمدان، أن تدرك ولديك معلومات أن هؤلاء القضاء ما زالوا يستلمون مرتباتهم من الشرعية، ما زالت الشرعية تعترف بهم وترسل لهم مرتباتهم، ما زالوا ضمن السلك القضائي.
للأسف نعم، هذا أمر صحيح، لكن يعني هذا يثبت أن الشرعية في النهاية تتعامل مع الموظف الحكومي كموظف حكومي، لا تفرق بينه، وتحاول جاهدة على صرف الرواتب في جميع محافظات الجمهورية. وأعتقد أنه هناك يعني مؤسسات كثيرة في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المناطق التي تحت سيطرة الحوثي إلى اليوم تتسلم رواتبها، ويعني وهذه مسؤولية الحكومة. يعني نحن الآن نتحدث عن الرواتب على أنها يعني هبة من هذا الطرف لذاك الطرف، نحن نتحدث عن الحكومة تتحمل جزء من المسؤوليات التي تستطيع عليها في ظل هذا الشتت الحاصل. مع ذلك أيضا يضايق الناس ولا يتسلمون رواتبهم بسبب إجراء العملة الذي يعرفه الجميع اليوم. هذا القاضي يعني في النهاية يفترض على الحكومة الشرعية يعني كطرف، يفترض أنه هذا الرجل منتسب السلطات القضائية، أولا يعني تحاسبه على مسألة الدعم للجبهات يعني كجزئية من خرق يعني اليمين الدستورية التي أدها كقاضي لمحكمة، وأيضا يعني كجزء من الإخلال بوظيفته، يعني أن تقوم بإرسال مؤونات غذائية، ويمكن أنه أيضا يقوم بإرسال أطفال أو مجندين إلى هذه الجبهات. كيف يمكن الوثوق بأن هذا القاضي سيقوم بالحكم على سواء على الصحفيين أو على غيرهم من المتهمين من قبل الجناح الحوثي؟ فيعني هذا الرجل بالتأكيد يتلقى أوامره من قيادة الجماعة بسلاسة، وليس له يعني علاقة. أعتقد أنه أيضا كان هناك قضاة قد استقالوا من مثل هذه المحاكمات، ولا أذكر تحديدا الأسماء، لكن استقال عدد من القضاة من تولي مثل هذه القضايا. في النهاية هذه قضية سياسية مركبة وليس لها علاقة لا بالدستور ولا بالقانون، إنما هي قضية انتقامية كان الضحايا فيها هؤلاء الصحفيين العشرة وغيرهم من الصحفيين. وأعتقد أنه لو بقي عدد من الصحفيين الذين لديهم سواء الانتماء إلى أي طرف يعني ضد الحوثي أو حتى من المستقلين كما حدث مع كثير من الزملاء من بينهم جلال أو نجيب سبيع أو غيرهم من الأسماء التي خرجت من الداخل أو الملاحقات التي تعرض لها سواء نبيل السيدي سواء الذي ذهبوا إلى بيته أو يعني كثيرين حتى أيضا من بينهم القوائم التي ما زالت تنتظر المحاكمات وهم في الخارج. يعني أنا أتحدث عني أيضا شخصيا، ما زالت هناك محكمة منظورة يعني قضية منظورة في المحكمة بتهمة المساس باستقلالية الجمهورية اليمنية، وأنا أعتقد أنه يعني هذا الأمر كافي لتشخيص هذه الجريمة التي ترتكب في حق الصحافة. طيب. في الداخل اليوم لا يوجد صحيفة تصدر من صنعاء سواء صحف الحوثيين. يعني كيف يمكن أن نتحدث عن دستور وقانون وأنه هذه حاجة شرعية وأنه هذه ثورة أتت بنظام جديد؟ هذا كلام. طيب. أعتقد أنه هذه نقطة أنقلها للأستاذ طالب الحسني عن أي دستور يعني وقانون. طيب عن أستاذ طالب، عن أي دستور وقانون تتحدث عنه ولم يعد هناك لا حرية صحافة ولا أي مجال من هذا الدستور والقانون تتحدث عنه يتيح للناس أن يعبروا عن آرائهم بحرية ربما داخل مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي؟ نعم نعم نعم، هناك نقطة سأضوي عليها، وهي موضوع أن الأخ رمدان يعني يتهم القاضي بأنه يحشد الجبهات. هذا عمل مقدس بالنسبة للقاضي، ونعتبر عمل مقدس، وأتمنى من كل قضاء في اليمن أن يقوموا بهذا الدور نفسه. الدفاع عن الجمهورية اليمنية عمل مقدس، الدفاع ضد التحالف وضد السعودية وضد هذا التدخل الخارجي ضد الجمهورية اليمنية عمل مقدس، لا 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 يمس لا لا يجرح القضاء على الإطلاق. وماذا عن استقلالية القضاء والعاملين فيه؟ ما استقلالية القضاء بالنسبة للداخل لا علاقة له باستقلالية القضاء بالنسبة للمساس بأمن الجمهورية اليمنية وبسيادة الجمهورية اليمنية وبكرامة الجمهورية اليمنية. مواجهة التحالف الغازي على اليمن والذي يقوم بعدوان هو دفاع مقدس عن الجمهورية اليمنية، وهذا أمر إن كان الإخوة معه فأهلا وسهلا،
والمفترض أن يتحولوا إلى العاصمة صنعاء ويدافعوا عن الجمهورية اليمنية، وإن كانوا مع التحالف هذه ومع النقطة السعودية. هذا ماذا بقي الموضوع من الآخر؟ موضوع الجمهورية اليمنية موضوع يضمن حرية موضوع الصحافة الدستور. نعم. لاحظ يا أخي العزيز سامي والإخوة المشاهدين والجميع، أولا يجب على أي جهة سياسية معارضة أولا أن تعترف بشرعية الدولة اليمنية في الداخل، ثم تعارض كيفما شاءت. لا أحد يمكن أن يقول لها لا تعارض ولا وهناك بالمناسبة هو يقول ليس هناك صحف مستقلة، هناك صحف مستقلة كثيرة وحتى قنوات كثيرة، وإن كان الطرف الآخر لا يريد أن يعترف بذلك، ولكن الحقيقة موجودة. يعني لن أقول أمثلة، ولكن هناك حتى قنوات وتتعرض حتى لمضايقات يعني، ولكن في إطار الداخل. فأي قوة سياسية أو صحيفة مستقلة ستأتي الداخل وتأتي العاصمة صنعاء بناء على الدستور اليمني، أولا تعترف بشرعية الدولة اليمنية وترفض العدوان وتعتبره عدوانا غاشما على الجمهورية اليمنية، تعمل كما تريد. لكن أن تقول لي أن يعارض أحد من داخل صنعاء ويؤيد التحالف الذي يقصف العاصمة صنعاء والتدخل الخارجي، أنا أعتقد أنه لا أحد يسمح به. تخيل أنت، هل يمكن لمارب مثلا، مارب وإن شاء الله ستعود قريبا، مارب أن طيب تقبل بمعارضة حوثية داخل تفسيرك مارب؟ الطالب أنت تعلم أنهم يعدمونه دون حتى محاكمة، استشهد محاكمة. الأستاذ غمدان اليوسفي يقول لك صحفيين فقط أبدوا آراءهم بالكلمة والقلم، ومع ذلك حولت ملفاتهم ووضعوا أمام تهم وإجراءات، والآن لديهم قضايا في المحاكم. ما تفسيرك لذلك؟ يا سيدي ليس هناك، لا يا سيدي لاحظ، ليس هناك خوف من الصحفيين هؤلاء، وخاصة هؤلاء الإخوة الزملاء، وأنا تعاطفت معهم ليس لأنه أصدرت بحق محكام إعدام، ولكن لأن الإصلاح خدعهم، لأن الإصلاح خدعهم. لم يعتقلوا لأنهم يمارسوا عملا صحفيا، بل غرف مركز إعلامي وتواصل مع الخارج واتصالات إلى مارب واتصالات مع السعودية ورواتب وعمل خارج القانون، وأكرر أن القانون اليمني يعتبر ذلك جريمة تستحق الإعدام يعني، ولا أحد يمكن أن يقبل بها. لا تقول لي يجب عليك أن تقول الحكومة العاصمة صنعاء أو للمجلس السياسي العليا دعوا الجميع يشتغل مع التحالف من داخل صنعاء، هذا غير منطقي، غير كلام غير منطقي، لا يمكن أن يقبل بأحد. يعني لا يمكن أن نقول دعوا الخلايا التي تعمل مع الإصلاح حتى لو كانوا صحفيين، ودعوهم يتواصلوا مع السعودية ويتواصلوا مع الإمارات. بالمبدأ هذا أبدا لا يمكن أن يحدث. الذي يعترف، لو كان هؤلاء الإخوة الصحفيين إذا كانوا هم لا يعترفون حتى الآن بالمجلس السياسي، اعتبروا انقلابا كما تقولون أنتم، نحن لا نعتبره انقلابا. وأنا أقول لك الانقلاب هو بالتعريف الحقيقي، الانقلاب هو جزء من النظام ينقلب على الجزء الآخر ويطيح به، هذا لم يحدث. هناك حركة ثورية جاءت وأسقطت نظام تم تركيبه بطريقة أو بأخرى غير شرعية منذ 2011، وهذه ثورة استخدمت السلاح لأن الآخر أيضا استخدم السلاح. نحن قمنا في 2011 بثورة سلمية معكم مع الإصلاح، ذكروهم كنا نحن في الساحات أيضا. وفي 2012 جاءوا واعتدوا علينا إلى الخيام، إلى خيامنا وأخرجونا بالقوة. وفي 2014 اجتمعتم جميعا مع كل اليمنيين ضمن مؤتمر الحوار الوطني، وتم الانقلاب على مخرجات هذا الحوار الوطني الذي كان كل اليمنيين مجتمعين فيه. ليس هناك انقلاب، ليس هناك انقلاب، لم يكن هناك اعتراف بسلطة عبد الرب منصور هادي، ليس هناك اعتراف بسلطة عبد الرب، لم يكن هناك اعتراف بسلطة عبد الرب، ولكن كان هناك اعتراف وحضور ومشاركة في الحوار الوطني الذي كان برعاية من عبد الرب منصور هادي والمجتمع الدولي. الحوار الوطني نعم، ليس 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 برعاية من عبد الرب منصور هادي، تم دخول الحوار الوطني للقول أن المبادرة الخليجية خطأ، أن ما ارتكبتموه غلط، أن ما تقومون به من تركيب النظام في وصايا وتقسيم البلاد خطأ. وأنا أعتبر أن موضوع الدخول إلى الحوار الوطني كانت ميزة لأنصار الله الذين تم محاولة إقصائهم، وأرادت السعودية أن تجر حروب عديدة، بل قامت أن تجر حروب عديدة في عاهم، في حجة، وفي صعدة، طيب وما شابه. ما تفسيرك أستاذ طالب حسما عسكريا بما أنك تثير نقاط مهمة لا يمكن تجاوزها،
تقول أنه كان الهدف من المشاركة في الحوار الوطني حتى نقول هذا خطأ، رعاية المبادرة الخليجية خطأ. طيب ما تفسيرك لبداية ما تسميه بثورة شعبية خرجت في صنعاء كانت تطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، المخرجات الخطأ للمدخلات الخطأ التي كما تقول؟ لم نقول أن الحوار الوطني خطأ، الحوار الوطني كل المكونات تؤمن به وترحب به، لكن الحوار الوطني ما هي مخرجات هذا الحوار؟ أن تقول لي أن مخرجات هذا الحوار هو تقسيم الدولة كما تريد، وتمديد لعبد الرب منصور هادي كما تريد السعودية، وتقسيم اليمن كما يريدون، وهذا كان جزء من أيضا من تشريع الثورة وإسقاط هذا النظام الفاسد، أنه كان أن السفارات التي كانت تحكم وهي السفارات السعودية التي كانت تريد أن تفرض موضوع الأقاليم بالقوة. سأقول لك بكل وضوح أن ما فجر حتى موضوع العدوان على اليمن أن هناك إصرار على تقسيم اليمن، هناك إصرار على فرض الدولة الاتحادية بالقوة والآخرين يرفضونها وبالقوة بالسعودية، وكانت تريد أن تتعامل مع حركة أنصار الحوار الوطني التي خرج للمطالبة بتنفيذها. طيب أستاذ طالب، الحوار الوطني الجميع طيب يتفق معه، ولكن لا يتفق مع موضوع ما الكثير من النقاط التي في الحوار الوطني. تمام. نعم. أستاذ غمدان اليوسفي، البلد في حالة حرب مع عدو خارجي، جماعة الحوثي وصلت إلى السلطة عن طريق ثورة شعبية، من الطبيعي أن تكون هناك محاكمات لأعداء هذه الثورة الشعبية وهذا الفعل الثوري، لأنهم يتعاملون مع عدو الجماعة، مع ما يوصف بعدوان خارجي، الأمر تقريبا توصيفه يتم بهذه الطريقة. أعتقد أنه الحوثيين اجتاحوا كل المحافظات قبل تدخل الدول التحالف بستة أشهر، يعني الحوثيين نزلوا إلى تعز، إلى عدن، قاموا بذلك الدمار الهائل، كل ذلك تم ووصلوا إلى عدن واستمر يعني اجتياحهم وانقلابهم ستة أشهر قبل أن يتم تدخل التحالف. لذلك يعني نحن مشكلتنا في الأساس، مشكلة اليمنيين كانت مع الحوثيين، مع هذا الأسلوب، مع الانقلاب، مع تدمير المنازل، مع التفجيرات، مع حبس الناس، مع اعتقال وزير الدفاع، مع اعتقال الوزراء، مع اعتقال القادة السياسيين. قبل كل هذا حدث كان قبل ما تدخل التحالف. يعني التحالف ربما بعد ذلك يعني حصل ما حصل وارتكبت أيضا جرائم حرب، لكن كل هذه الجرائم ربما لا توازي يعني جريمة إسقاط الدولة من قبل الحوثيين وسرقة الدبابات من داخل، يعني كنا في العاصمة صنعاء والدبابات تنهب من داخل وزارة الدفاع، يعني قبل أن نخرج وقبل أن يتم اختطاف السياسيين، قبل أن يتم اختطاف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، قبل كل هذه تفاصيل. لكن كل هذه الإجراءات التي كل هذه الإجراءات يقول الرسول طالب الحسني هي تأتي في سياق الفعل الثوري الشعبي والذي اضطرهم لأن يكون مسلح لأنه قوبل بالسلاح. نركز على موضوع الصحفيين المعتقلين لأنهم جاءوا في هذا السياق، في سياق أنهم يؤيدون حالة العدوان الخارجي المفروض على البلد كما توصف. يعني في النهاية يعني إذا عدت فقط التحدث عن مسألة شخصية، وهو يعني من المعيب أن يتحدث المرء عن شخصه، يعني القضية التي تم تحويلها إلى المحكمة، يعني سواء أنا أو ومجموعة من الزملاء يعني في قائمة واحدة وتم تحويلها، والتهمة هي نفس تهمة هؤلاء الشباب الذين حكم عليهم بالإعدام فقط، لأنه يعني نحن كنا مجموعة من الشباب يظهرون في القنوات يتحدثون عن رأيهم بجماعة الحوثي. فجأة أصبحنا خونة وفقاً يعني للتهم الموجهة، وأننا ارتكبنا فعل المساس باستقلالية الجمهورية اليمنية. هذه التهمة الفضفاضة التي يمكن في يوم من الأيام أن يصدر على ضوءها حكم إعدام على اعتبار أنه نحن خونة وظهرنا في قنوات ضد الحوثي. يعني في النهاية لا أحد يقف على الحرب، لكن حين تنظر لهذا الكم الهائل من تدمير الدولة، اليوم الحوثي يعني اعترض على
مسألة الأقاليم، وأصبحت البلد 20 كنتون و20 قرية ومقطعة الأوصال، طرق ممزقة، فقراء في كل الشوارع مستولين على يعني اليوم هذه التهم التي وجهت لهؤلاء الشباب هي ذات التهم التي وجهت لعشرات من الصحفيين قبلهم، ولو كان أيضا استمر عدد من الصحفيين في الداخل فإما سيتم اعتقالهم أو على الأقل سيموتون من الجوع يعني إذا سكتوا كما يحدث اليوم. هناك عدد من الصحفيين اليوم في طيب. الداخل يعني خصوصا في مناطق الحوثيين، يعني أذكر أسماء يعني لا يذكر أسماء، هناك شباب يشتغلون منظفين في الشوارع، يعني هؤلاء كانوا صحفيين مميزين ومعروفين، من هم الآن نشحت لهم حق الإيجار، نحن يعني كنوع من التضامن المجتمعي على ما على أي حريات نتحدث، على أي نظام، على أي ثورة يمكن أن يقنعونا بها. أعتقد أنه هذا كله فقط تراكم يعني لفعل ثوري سيحدث ربما مع قادم السنوات الأيام الأشهر، لا 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 يعني، لكن الصمت على كل ما حدث اليوم. طيب هو ليس سأعودك أستاذ غمدان، أستاذ طالب الحسني أعتقد يعني طيب أستاذ طالب الحسني، ما حدث هو عملية انتقامية، الهدف من هذه المحاكمة هو إشاعة الإرهاب وجو الإرهاب والترهيب داخل المجتمع وتكميم ما بقي من أصوات مخالفة ومعارضة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي. أبداً يا سيدي العزيز، أبداً، هؤلاء الصحفيين يعني غالبية الجمهورية لا يعرفونهم، لا يعرفونهم، مبتدئين وكانوا لا يزالوا في بداية مشوارهم الصحفي، خدعوا وتم ترتيبهم كخلية، وكما وأعيد أن الإصلاح خدعهم، كان يعتقد أن المسألة محسومة سريعا وتورط وخدع. طيب الإصلاح خدعهم والحوثي سيعدمهم، وهؤلاء تورطوا، كانوا في بداية أستاذ نعم. طالب الإصلاح خدعهم والحوثي سيعدمهم، كانوا في بداية مشوارهم المهني، بدلا من ندعمهم نعم. أن يعملوا نأخذهم إلى السجون والمعتقلات. تورطوا في قضية كبيرة جدا يعني، وما يتم هو تنفيذ القانون اليمني الذي يجب أن يحكمنا جميعا، الذي لا يؤمن بشرعية الدولة في العاصمة صنعاء عليه أن يخرج خارج العاصمة صنعاء ويمارس ما يريد، لكن أن يريد أن يعمل من داخل العاصمة صنعاء كخلية طيب والدستور والقانون اليمني، دستور الجمهورية اليمنية الذي تستشهد به، ألا يكفل لكل اليمنيين حرية الرأي والتعبير؟ حرية الرأي والتعبير في إطار الداخل، لا أن تتعامل مع الخارج، الدستور لا يسمح لك أن تتعامل مع الخارج وأن تتعامل مع طرف خارجي ضد أمن الدولة، لا يسمح لك الدستور اليمني طيب أن تتعامل التعامل مع الخارج هنا أنت تقصد السعودية مع طرف خارجي ودول التحالف، لكن الحوثيين النشطاء الصحفيين دول القادة يتباهون بالتعامل والدعم الذي يتلقونه من إيران، مقبول أن نتعامل مع إيران لكن مع التحالف هذا أمر يتوجب الإعدام. أنت لا تفرق، لا يجب أن يكون هناك مغالطة واضحة. السعودية تقوم بعدوان واضح صريح، وجلبت يعني دول عديدة ولا تزال في هذا العدوان، وحاصرت اليمن ودمرت بنية اليمن التحتية، وقامت بإجرام كبير وقتلت وارتكبت آلاف الجرائم بحق المدنيين، وبين دولة يجب أن تؤمنوا أنها دولة تؤمن أنه يجب أن نرى إيران من زاويتنا نحن لا من الزاوية السعودية، لا يجب أن نعادي إيران، لا يجب أن نعادي إيران، لا يجب أن نقول أنه يجب أن نحارب إيران، يجب بناء علاقات جيدة مع إيران، يجب بناء علاقات متينة مع إيران، يجب حتى بناء علاقات مع كل دول العالم، لكن دولة تعتدي على اليمن، دولة تريد أن تهيمن على اليمن، أنا أقول لك وإيران يعني وإيران بشكل واضح وبلغة واضحة وسهلة، طيب انظر طيب وإيران لماذا تدعم انظر جماعة ماذا الحوثي؟ انظر ماذا انظر ماذا إيران من دعم انظر جماعة ماذا الحوثي؟ فعلت الإمارات، أجبني على هذا السؤال، انظر ماذا فعلت، لا تحشر إيران من اليمن يا أستاذ، لا تحشر إيران، إيران لا تدعم لا تدعم التخريب ولا تدعم أي طرف يريد أن يستبد بالجمهورية اليمنية ويفرض عليها وصايا،
إيران العلاقة مع علاقة، حتى عندما بنوا علاقة معها أرسلوا سفير واستقبلوا هذا السفير، علاقة رسمية مع دولة رسمية في العاصمة صنعاء. هذه هي العلاقة. ألم يأتك حديث الطائرات الإيرانية التي وصلت صنعاء بعد الانقلاب الحوثي؟ الطائرة التي كانت هناك رحلات يومية من إيران إلى صنعاء، ليس انقلابا. لماذا كانت هذه الرحلات ليس اليومية؟ انقلابا. ليس انقلابا، سنختلف هنا، سنختلف هنا، ليس انقلابا. هي حكومة وكانت تمارس دورا مشروعا وسياديا، هي حكومة. طيب دعنا نجنب هذه النقطة. تمام. الطيران والرحلات التي كانت تأتي من إيران هذا أمر آخر. نعم، رحلات هذه دولة كانت تتعامل مع دولة، كان يتعامل مع دولة، كان يتعامل مع دولة يمنية، كان يتعامل مع اللجنة الثورية، كان يتعامل مع دولة يمنية، كان يتعامل مع الدولة بشكل واضح، لكن ولم يكن يقصف، هو جاء لمساعدة اليمن. حتى هذه الطائرات جاءت لمساعدة اليمن، جاءت لبعض المشاريع التي لم تنفذ بسبب أن هناك عدوان. هل يمكن أن تقارن علاقة اليمن وإيران بعلاقة السعودية واليمن؟ هل قصفت الطائرات الإيرانية اليمنيين؟ هل قصفت المطارات؟ هل أغلقت الممرات البحرية؟ هل دمرت اليمن والبنية التحتية اليمنية؟ هل مارست إجرام بحق اليمنيين؟ أنت الآن تطرح هل قامت سؤال، هل قامت إيران بقصف مخيمات غزة ومخيمات أعراس ومخيمات؟ يكفي عدد الألغام التي زرعت في الأراضي والتراب اليمني الذي قتلت كم من اليمنيين وبترت أطرافهم وأعضاءهم، مع أنه ليست إيرانية هذه الألغام، مع أنها ليست إيرانية التقنية، ولكن هي مشروعة في مواجهة طرف خارجي يريد، ليست إيرانية. ومع ذلك هي ألغام لمواجهة عدوان خارجي، لمواجهة عدوان خارجي يعتمد على أدوات. طيب دعونا نكون صريحين، حتى بدون حالة إذا بقيت كل طرف يتمترس يعني خلف معتقداته لن يصل إلى 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 إلى, إلى طريق حقيقي. ما تقوم به السعودية وما تقوم به الإمارات يكفي من ما يقومون به في المحافظات الجنوبية المحتلة. لم نشهد في تاريخ اليمن إجرام وإذلال واستعباد واستبداد بالسيادة اليمنية مثل ما يحصل اليوم في مارب، في سقطرى، في شبوة، في أبيان، في عدن. ضباط سعوديين يحكمون هذه المناطق، ضباط سعوديين وإماراتيين يحكمون في هذه، يغلقون المطارات متى شاءوا، يفتحونها متى شاءوا، يقومون بعمل سيادي كأنها بلدهم، كأنها محافظات تابعة لهم. هذا إجرام أنتم مسؤولين عنه. بسبب من يؤيد بسبب ما حدث في 2014 سلطان لا أن يقارن، لا أن يقارن. النتيجة أصبح ليس هذا بسبب، هو وضع اليمنيين ليس بسبب الضباط السعوديين والإماراتيين يتحكمون بالجنوب كما هذه تقول، مغالطة الإيرانيين يتحكمون هذه مغالطة واضحة. هذه مغالطة كبيرة جدا. هذا هو ما حدث في 2014، كان يريد تحرير اليمن من التدخل الخارجي ومن التدخل السعودي وتدخل الإماراتي. لا أستاذ غمدان يوسفي، كانت هناك مطالبات بأن يتم محاكمة هؤلاء المعتقلين، تمت محاكمتهم الآن، لماذا هذا الاعتراض؟ وأيضا هذه القوة التي وصلت إلى السلطة بالقوة كما تقول، أقصد هنا قوة جماعة الحوثي، هي استخدمت ربما هذا السلاح المتاح لديها اليوم كحالة البطش في تنفيذ هذه الأحكام، لكن يقول لك ضيفنا من بيروت ربما هو يعتقد أنها لن تنفذ هذه الأحكام. يا أخي مسألة التحويل إلى المحاكم يعني هي جزء من العبث الحاصل في المشهد اليوم. يعني البلد تدار بمشرفين، والرجل يتحدث عن قانون، الرجل يفاضل بين مسألة أن تكون عميلا للسعودية أو أن تكون عميلا لإيران، فيرى له الأحقية بأن يتعامل مع إيران وألا تتعامل مع السعودية، ويرى نفسه في هذه النظرة أنه على حق. الرجل يقول لك أن القاضي يحق له أن يرسل يعني المعونات والشباب إلى الجبهات وأن يحكم بالقضاء كجزء من مهمته، يعني ويتحدث عن القانون، ونحن نعرف والطفل الرضيع يعرف أن القاضي لا يحق له أن يكون منتميا لأي مؤسسة سواء حزبية أو تابعا لأي طرف سياسي أو ما شابه، واستقلالية القضاء
وهذه الدوشة التي نعك فيها على مدى عقود وقرون. يعني كل هذه التفاصيل، وتريد أن تناقش مع شخص يعتبر أنه التمسك أو التمترس خلف الآراء لن يصل بنا إلى طريق، ويقول هذا الكلام، يقول أنه إيران دولة ويجب أن نتعامل معها وكأنها إذا تحدث عن الألغام يقول لك أنه نحن نستخدم الألغام حقنا مش حق إيران، يعني كأنه حقنا الألغام يعني مشروعة وأهم شيء إنما يعني مجاز. ويقول لك هناك يعني حرب الآن، كل التحقيقات الدولية تظهر هذه الطائرات والصواريخ نعم في وسائل الدفاع. إذن دعنا نتحدث عن حرب، لا تتحدث عن القانون. هذه أنت تهين القانون أولا بتحدثك عن أن القاضي يجب أن يدافع في الجبهات. طيب هذه سؤال آخر أستاذ غندر، لم يتبقى لدينا وقت، هل يمكن العمل الآن من خلال المنظمات الدولية لإيقاف هذه الأحكام، أحكام الإعدام بحق الصحفيين؟ بالنهاية هذه جماعة توقع منها أي شيء، إذا حكمت اليوم على صحفيين وحكمت بالأمس على البهائيين وحكمت في السابق على يحيى الجبيحي، ربما هي نوع من اللعبة التي يعني تستمتع فيها في هذه المفروض، ثم سيخرج البطل المغوار الذي هو المشاط ويعلن العفو عن هؤلاء الشباب وكأنها متروعة وليس كأنها حق من حقوق هؤلاء أن يخرجوا من السجون. اليوم يتحدث هذا الرجل عن عائلات هؤلاء، بينما عائلاتهم يعني تقطعت خدودهم من البكاء في امام السجود. هؤلاء الشباب تعذبوا في داخل السجود، يعني ذاقوا انواع المهانه والعذاب، وكثير وبعضهم ايضا يعني حرم من الدواء وهم مرضى، وياتي ليتحدث عن القانون. 5 سنوات كافيه لان تحكم فيها حكم قضائي يعني كعقوبه، وليس يعني بعد 5 سنوات تأتي لتحكم عليه بالإعدام. أشكرك. دعنا من الحديث عن القانون، دعنا نتحدث عنكم أنتم، ألا تشاهدون ما الذي فعلته بهذا الشعب بعد كل هذه المجازر و5 سنوات من التقسيم والشتات والمجازر؟ شكرا جزيلا لك، دعوا الناس يعيشوا. شكرا جزيلا لك غمدان اليوسف الصحفي، كنت معنا من هولندا، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من بيروت الصحفي طالب الحسني، أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا هذا المساء في حلقة فضاحنا، نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.